انطلقت فعاليات الأمسية الثقافية والفنية المصرية العمانية والتي تقام على هامش الملتقى الصحفي المصري العماني بالقاهرة، ويأتي الملتقى الصحفي العماني المصري في إطار التعاون المستمر بين البلدين في كل المجالات ومنها الإعلام، وذلك بناء على القمة الناجحة التي عقدت مؤخرا بين زعيمي البلدين. هذا وقام سفير سلطنة عمان بالقاهرة عبد الله بن ناصر الرحبي ورئيس جمعية الصحفيين العمانية محمد العريمي بتكريم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر خلال الأمسية. احنا حطينا عنوان لهذه اللقاءات حوالين الثورة التكنولوجية الخامسة اللي هي خلاص زحفت، والذكاء الاصطناعي وأثر ده على الإعلام من ناحية الصناعة ومن ناحية المحتوى. ده محتاج جهود مشتركة، محتاج تبادل الدراسات والخبرات مع الدول العربية المهتمة، ومعظم الدول العربية على فكرة مهتمة، ويمكن أنا لاحظت ده من خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء الإعلام العرب في الدورة الحالية، إن مدرج على جدول أعمال جامعة الدول العربية كل هذه الموضوعات، فدي محتاجة أن نتحاور وأن نتشاور. يأتي هذا الملتقى في إطار تعزيز وتطوير وتحديث العلاقة المتميزة بين جمعية الصحفيين في سلطنة عمان ومدرائهم في نقابة الصحفيين العمانيين. نحن حقيقة نهدف من هذا الملتقى لتعزيز هذه العلاقة. تم توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين في مصر وجمعية الصحفيين في عمان. جميع بنود هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول يصب في تعزيز هذه العلاقة. نحن علاقتنا بزملائنا في نقابة الصحفيين المصريين علاقة متميزة، ولكن هذا البروتوكول سيخلق دفعة أقوى وأكبر لهذه العلاقة. الزاوية الثقافية جزء لا يتجزأ من العلاقات بين المدين، العلاقات تشمل الكثير من العناصر، وبالتالي العلاقة الثقافية هي معزز ومكمل، لأنها هي الأهم، لأنها تأتي في إطار ما يسمى بالقوى الناعمة. فاليوم أكثر اهتماما بها بإذن الله، لأنها تصل للمواطن، وكما هي أيضا العلاقة الاقتصادية، كما هي أيضا العلاقة الدبلوماسية، فكلها حقيقة مكمل لبعض لتؤكد وتؤصر العلاقة التاريخية والعلاقة المهمة بين البلدين الشقيقين.